أنا مستر إسلام عبد الرحمن، تابعوني. اختبر نفسك الوحدة الأولى، صفحة 111. يعتمد على الرائحة للتواصل فيما بينها. الإجابة النمل. العضو المسؤول عن حاسة البصر هو العين. تكيف أجسام قرش الثور على العيش في المياه المالحة والعذبة. تساعد الأوراق في النباتات على امتصاص قدر كبير في ضوء الشمس العريضة. لماذا تتوهج أعين القطط في الظلام؟ بسبب وجود البساط الشفاف نتيجة انعكاس الضوء عند سقوطه على العين. ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية. يعمل الجهاز العصبي بشكل منفصل عن الحواس الخمس. الإجابة غلط. عندما يسقط الضوء على سطح ناعم ولامع يتشتت في اتجاهات مختلفة. غلط. عند الجري وبذل مجهود يقل عدد مرات التنفس. غلط. إفراز بعض النباتات لروائح كريهة يعتبر تكيفا سلوكيا. صح. يتنفس الضفدع بطريقتين، فما هو؟ عن طريق الجلد والرئتين. نمط له معنى للتواصل. الشفرة. مركز التحكم الرئيسي في الجسم ويعالج المعلومات هو المخ. مادة معتمة قطعة الخشب. ارتداد الضوء عندما يقابل سطحا عاكسا انعكاس الضوء. ماذا يحدث لعضلة الحجاب الحاجز أثناء عملية الشهيق؟ تهبط لأسفل. اختبر نفسك صفحة 112. اختر الإجابة الصحيحة. كل مما يلي من مصادر الضوء ما عدا القمر. يستطيع الدولفين تحديد موقع فرائسه عن طريق حاسة السمع. تعيش حرباء النمر في الغابات الاستوائية. أي الأشكال التالية يوضح كيفية انعكاس الضوء في المرآة؟ شكل الأول. تمتلك الأرانب أقدام خلفية طويلة وقوية تساعدها على القفز سريعا والهروب عند الخطر. حدد نوع التكيف. تكيف تركيبي. ضع علامة صح أو علامة غلط أمام العبارات الآتية. تتم ردود الفعل منعكسة بسرعة كبيرة قبل أن تستطيع التفكير فيها. صح. هواء الزفير يكون محملا بغاز الأكسجين. غلط. يتحول الطعام إلى سائل في المعدة. صح. تساعد الشفرات على نقل المعلومات والتواصل. صح. هذا تنمو جذور شجرة الكابوك لأعلى لتثبيت النبات وتدعيمه. اكتب المصطلح العلمي. أجسام لا تسمح بمرور الضوء من خلالها. أجسام معتمة. خاصية تستخدمها الخفافيش للتنقل والبحث عن الغذاء ليلا. صدى الصوت. الجهاز المسؤول عن استقبال المثيرات من البيئة وتفسيرها والاستجابة لها. الجهاز العصبي. تغيرا يطرأ على سلوك مجموعة من الحيوانات. التكيف السلوكي. ماذا يحدث إذا أرادت مجموعة من الخنافس المضيئة التحذير بقدوم حيوان مفترس؟ تستخدم مضاد ضوئية.